اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد العيد على الوليد المنطق حيت ممنوع يبانوا الدراري الصغار. مرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تي في معنا في هذا المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء. احنا اليوم كنتواجدوا عند السيده ارمله، يلا توفى الزوج ديالها وخلى لها ثلاثه ديال الوليدات، وليد مازال صغير وجوج ديال البنيات هما ما غاديش نقدروا نوريو لهم الوجه ديالهم لانهم مازالين صغار. هاد السيده كتعاني بزاف ومن توفى راجلها ما بقاتش خلصت الكرا 1000 درهم. مولا الدار حاليا حنا فاش دخلنا في الباب لقيناها واقفه لا على فلوس الكرا، قالت ليها غتحطي لي فلوسي 3 شهور ما خلصتيني. تعطي الوليد، عطي الوليد للسيده تشدو لك على ما هضرتي، غير عطي لها صافي، حاولي تسكتي باش تهضر على خاطرها. قالت ليها ودي 3 شهور ما خلصتينيش، انا بغيت رزقي. يعني لقينا السيده دابا محيحه عليها، الله يجازيكم بالخير. السيده راه مات راجلها، هي كانت ربات بيت، يعني عمرها خدمات، عمرها خرجت للزنقه، كانت مقابله وليداتها بثلاثه وجالسه. شاءت الاقدار ان الزوج ديالها يتوفى وتبقى هي كتعاني. الان واحله في الكرا، واحله في المصروف، واحله في الدري خاصو الحليب وليكوش، يعني مصاريف كثيره بزاف. اليوم اتصلت بنا باش نجيو باش نوصلوا صوتها لكم نتوما، القلوب الرحيمه للمحسنين، باش توقفوا معاها باش ما قسم الله. هي فقط باغا تخلص الكرا باش مولا الدار تخليها في هذا البيت، راه كاريبيس راه باعت فراشها، باعت التلفازه، باعت كل شيء باش تقدر تصرف على وليداتها هذه المده اللي مات الزوج ديالها. لكن الان ما بقى عندها والو، وقفات. فكنتمنى انكم تعاونوا معاها وتوقفوا معها. السلام عليكم. السلام. اختي دابا شحال باش مات الزوج ديالك؟ مات دابا اختي باش 4 شهور. 4 شهور، يعني من مات وانت ما كتخلصيش الكا. مولا الدار صبرات عليك، ولكن صبرات مسكينه، ولكن دابا هي عندها ظروف، عندها كريدي وداك الشيء، كتبقى تدق عليا يقول لي خلصي ولا خلي خويا ما حالي. قالت لك خلصيني. قالت لك خلصيني. انت ما كنتيش خدامه؟ ما كنتش خدامه، حيت كان الزوج ديالي كيجيب لي داك الشيء قسم الله. دابا انت جالسه مقابله وليداتك، واخا انت دابا فاش واحله، زعما شنو الحاجه اللي محتاجه لها؟ انا بغيت نعطي المراه فلوس باش نبقى مستمره في الكرا. شحال كاري الزنقه؟ شحال؟ 1000 درهم. يعني ما خلصتيش الكرا غتخرجي الزنقه؟ غنخرج الزنقه والدري مريض عندي كيتخنق، يعني خصو الدواء، خصو بزاف. فهمتي؟ بعتي كلشي، راه كنشوف القاطس بعت، ما بقى عندي والو، الحصيره صافي. كاري ب 1000 درهم بيوت وكويزينه ب 1000 درهم هادشي اللي كاين. العائله ما كاينش اللي يساعدك، ما كاينش اللي يوقف معاك، ما كاين حتى شي واحد. شكرا الله سبحانه وتعالى. يعني تأزمتي؟ تأزمت بزاف. ما تقدريش تخرجي تخدمي ولا ديري عندك ديما تكون عيد ديري شويه ديال المريض، فهمتي؟ وباقي صغير كنردعو، فهمتي؟ واخا كنعاون الحليب برا مرة، لا كان عندي ما عنديش ما كنشديش ليه. واخا قبل ما تزوجي شنو كنتي كديري في الحياه؟ كنت عبدا ربات بيت مقابله وليداتي وجالسه نخرج ما والو. من مات الراجل يعني بعد ولات الازمه. فاش تأزمتي بالضبط؟ تأزمت في المصروف اليوم في أبسط شي حاجة ما كنلقاهاش للدراري. يعني أنت دابا كتفكري غير في الدراري، أنت راسك ما صافي هملت راسي، يعني خصها بلا نتوفى لوليداتك اللي معاك محتاجين. ووليداتك هاد البنيات كيقراو؟ كيقراو، مرة كيمشيو مرة كيمشيو جماعة. يعني تاهما كيعانيو معاك؟ تاهما كيعانيو معاك، تاهما كيعيشو نفس الظروف ديالي. واخا اختي دابا اليوم شنو بغيتي من الناس، وشنو بغيتي من المحسنين ومن القلوب الرحيمه، واش بغيتيهم يوقفوا معاك؟ كنطلب من الناس يعاونوني في الكرا باش ما نخرجش للشارع، انا كنخاف من الشارع، وليداتي مازال صغار، بغيت معايا يتكلفوا لي عيب الكرا هذا مده بعد ما تقلقوا باش ما نخرجش للشارع مع ولادي، حيت يوميا كتدق عليا. احنا شفناها يوميا، يعني حتى باش بغيت نتصل بكم قالت لي لا ما تسجليش، تعطيني انا فلوسي بزز باش بغاتني نسجل هذا الفيديو. يوميا كتبك خرجي هذه، يوميا كتقول لي خرجي ما تسجليش، عطيني فلوسي وعاد سجل اللي بغيتي تسجل، وانا ما عندي ما نعطيها. يعني دابا 4 شهور هي كتسالك دابا 1000 درهم؟ دابا قالت لي عطيني غير شهر ونبقى نتسالك، ولكن ما عنديش هذاك الشهر ما عنديش. لا حول ولا قوه الا بالله. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، الله يجازيكم بالخير. هاد السيده يعني ما باغاش شي حاجه من الحياه من غير انها تخلص الكرا ديالها، فين تعيش هي ووليداتها بسلام. عندها ثلاثه ديال الوليدات كتعاني معاهم، مني مات الزوج ديالها هي حاليا راه ارمله، ما قادرش تخرج تخدم لانه عندها التربيه، عندها الوليد مازال صغير، محتاج للحليب، محتاج ليكوش، مصاريف ديال هاد البنيات، يعني حتى هما راه القرايه ديالهم مدهورات، مره كيمشيو مره ما كيمشوش. يعني مني مات الاب
وقع الشتات. الشتات يعني ولكن كيسير قصره بشعر. كان مغطي شويه. مغطي شويه كيوجه معايا شويه. ايه والله يصوب. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي الله يجازيكم بالخير. كنتمنى من المحسنين انهم يتصلوا بك في اقرب وقت واخا يخلصوا لك غير شهر ديال الكره. على ما ان شاء الله تبان حاجه اخرى. حتى باش تخرجي تخدمي صعيبه، ما يمكنش لك تخرجي وتخلي عندك بنيات، صعيب انك تخليهم. فكنتمنى لك الخير وكنتمنى من الناس يتصلوا بك في اقرب وقت ويوقفوا معاك. الله يجازيكم بخير. لما وقفوا مع هذه السيده فقط هي محتاجه فلوس الكره باش ما تخرج تشرد هي وبنياتها في الشارع. رحنا كنا كنعرفوا الشارع شنو فيه، وخصوصا هي أرملة نعرفوا الحوايج اللي غتعرض ليهم، عارفين شنو واقع. فكنتمنى من القلوب الرحيمه والناس اللي فيهم الانسانيه يتصلوا بها. راه الرقم عندكم في العنوان ديال المباشر، وتوقفوا معها خلصوا ليها غير الكره. حتى هي ما كتفكرش حتى في الماكله ولا الحوايج ولا داكشي، ما كتفكرش فيه، فقط هي باغا تخلص غير فين تبقى عايشه مستوره، ما عندهاش فين تخرج في هذا البرد والشتاء. فالله يجازيكم بخير، تواصلوا معها وعاونوها، والاجر ديالكم غيكون عند الله كبير بزاف. حتى لهنا وغادي نودعكم.